بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في حي آخر من أحياء مدينة تلبيسي. هذا الحي الشرقي في المدينة. هذا الحي تعرض للقصف من قبل قوات النظام المتمركزة في كتيبة المشرفة شرقي مدينة تلبيسي ومدينة وقرية الأشرفية الموالية. تعرض هذا الحي للقصف بشكل مباشر بسبب توجهي إلى الجهة الشرقية. نلاحظ الآن هذه الواجهة للحي قد تدمرت تماما وبشكل كامل. البيوت والمحلات محلات التجارية قد تدمرت بشكل كامل. طبعا هذه الحارات أيضا مهجورة مثل هذا كحال باقي أحياء المدينة. نلاحظ هنا لا يوجد بيت في هذا الحي إلا وقد تعرض للقصف، إما من قبل الدبابات المتمركزة كما أسلفنا في قرية الأشرفية الموالية، أو من قبل كتيبة المشرفة التي توضع فيها مدفعيات النظام. نلاحظ هنا الدمار الهائل الذي حل بهذه البيوت. طبعا هذه البيوت أخرجت من السكان، معظم هذه البيوت قد أخرج من تحت أنقاضها العديد من الشهداء والجرحى. طبعا هذه البيوت تعرضت للقصف بشكل عنيف ومكثف، ويوميا تتعرض هذه المنطقة للقصف من قبل قوات النظام. طبعا حال مدينة تلبيسي هو قصف يومي على المدينة بعدد كبير من القذائف. طبعا هذه الحارات خالية تماما من السكان، لا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر الحياة. بيوت كانت ممتلئة بالسكان المدنيين الآن أخليت. هؤلاء السكان المدنيين كما قلنا سابقا ونكرر يعيشون في الحقول المجاورة لمدينة تلبيسي، يعني نزوح داخل البلد. هذا النزوح من أصعب أنواع النزوح بسبب عدم تمكن أي منظمة من منظمات إنسانية من الوصول إليهم في مدينة تلبيسي المحاصرة. تلبيسي محاصرة من قبل قوات النظام من أكثر من عامين، تتعرض للقصف اليومي. كما نلاحظ هنا هذه الحارات قد أخليت تماما من السكان. هذه سياسة تبعها قوات النظام في كل المدن السورية، وخصوصا مدن وقرى ريف حمص ومدينة حمص، وذلك لتهجير السكان من ناحية طائفية وتحويل البنية السكانية في المدينة، وتهجير أهل الطائفة معينة وهي طائفة السنة في هذه المدينة. هذه البيوت قد أخيرت تماما من سكانها وقد تدمرت بشكل شبه كامل. نحن الآن هنا من مدينة تلبيسي نناشد المنظمات الإنسانية مرة أخرى، وكما ناشدناها كثيرا نناشد الدول العربية بالرأفة بحال أهل مدينة تلبيسي، وكما هو الحال في مدينة حمص وكل المدن السورية. شعبنا يعيش الآن في حالة مأساوية، وذلك خصوصا مع قدوم فصل الشتاء والبرد الشديد في مدينة حمص، ولا يوجد مازوت، لا يوجد خشب. الناس الآن تستخدم أثاث بيوتها في التدفئة، تستخدم أثاث بيوتها في التدفئة، وثياب الأطفال يشغلوها للتدفئة عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله.